أعلنت الشرطة في صومال عن مقتل 8 أشخاص فيما فيهم طفل ووقوع عديد من القضايا الضحايا خلال انفجارين بمقديشو يوم الأحد. وقع الانفجار الأول في قرية على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب مقديشو، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، غير أن إصابات المهاجرين غير معروفة. أعلنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة مسؤوليتها عن هذا الانفجار، بينما وقع الانفجار الثاني وسط مقديشو مما أسفر عن مقتل 14 أشخاص على الأقل، بميلهم المهاجم وإصابته 7 آخرين.